سجي من تو خرو، سجي من تو خرو، يعني ايه؟ الصلاة اتسمعت، الصلاة استجيبت، الصوت اتسمع، حرفيا الصوت اتسمع. طيب سجن، ادي علامة سجم، سجم سين وجي سين وجي وميم، سجم التلاتة في صوت واحد. طب بينتهوا بايه؟ بينتهوا بميم، يحط لي الميم يأكدها لي. النطق مرة واحدة سجم، بس سجم. طيب بعدين ان دي ماضي، وتو دي مبني للمجهول، يعني لو هقول لوحدها كده سجم تو، تو على طول اول ما اشوفها كده مبني للمجهول. طيب سجم تو يعني ايه؟ هنا يسمع سجم، سجم تو مسموع. طيب بس هنا ماضي، يبقى ايه؟ يبقى ماضي ومبني للمجهول، يبقى ايه؟ يبقى اتسمع. تمام، يبقى الحته دي ايه؟ سجم، سجم تو اتسمع. ايه اللي اتسمع؟ خرو، العلامه دي ثلاث اصوات في بعض، صوت الخاء وصوت الره وصوت الواو في علامه واحده، خرو. معناها ايه خرو؟ في حد ذاتها كده معناها صوت بتنتهي بايه؟ بالواو، فحاطط لي الواو تاكيد. او ما انا بقى زي الذكي جدا كده اقوم اقول ايه خرو؟ لا خالص غلط، هي خرو دي اخرتها او، يبقى او ما تكررهاش، زي ما احنا هنا سجم ما كررناش الام وقلنا سجم ام، لا هي سجم فهمنا ان دي داخله فيها، بيعرفني بيها بس. طيب يبقى هنا خرو، طيب خرو يعني صوت. بعدين الصوت ده اهو الراجل بيطلع صوت من بقه، اهو شايف حاطط ايده عند بقه بيطلع صوت مخصص، كل ده بيساعدني ان انا افهم، مش كده؟ طيب سجن يعني يسمع، سجم تو مسموع، ماضي يبقى اتسمع، سجمن تو اتسمع. ايه اللي اتسمع؟ الخرو اللي بينتهي بو ومخصصه اهو، يبقى سمع، اتسمع الصوت. يعني ايه اتسمع الصوت؟ يعني استجيبت الصلاه، يعني اتسمع اللي قلناه، وات ايفر معناها حرفيا اتسمع الصوت. خدها على المعنى اللي The voice was heard، السمع الصوت.